بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، اليوم نقدم لكم درس تعليمي في مقرر الفيزياء 4 في 311 للصف الثالث ثانوي الفصل الثاني، درس التيار الكهربائي والدوائر الكهربائية. طبعا هاي الدرس بيكون الدرس الأول من الفصل الثاني، وهو عبارة عن الفصل الجديد، وهو عبارة عن التيار الكهربائي، التيار الكهرباء التيارية. أهداف اليوم بنوضح المقصود بالتيار الاصطلاحي والدائرة الكهربائية، ثم نتعرف على مفهوم القدرة وعلاقتها بالتيار الكهربائي، من ثم بالتأكيد سنطبق القوانين في حل المسائل اللي هي الفيزيائية. تساؤل: لماذا لا نستغني عن الطاقة الكهربائية في حياتنا اليومية؟ يتبادر هذا السؤال إلى ذهنك عزيز الطالب. الإجابة بتكون بالتأكيد بأن الطاقة الكهربائية سهل تحويلها من شكل إلى آخر، فممكن أن أحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة ضوئية وإلى صوتية وحرارية وأيضا حركية، بالإضافة إلى أن الكهرباء عندما أنقلها من مكان إلى آخر أنقلها بسهولة إلى مسافات جدا كبيرة ودون ضياع كمية كبيرة من هذه الطاقة عند نقلها، بالتالي هي طاقة لا يمكن الاستغناء عنها. درسنا سابقا انتقال الشحنات عبر الموصلات، وقلنا دائما إذا لمسنا شكرتين مشحونتين اللي هو موصلتين، فإن الشحنات الكهربائية تنتقل من الجهد الأعلى إلى الجهد الأقل حتى يتساوى فرق الجهد ما بينهم، ويصبح جهد الأولى يساوي جهد الثانية، ويصبح فرق الجهد يساوي صفر. هذه الحركة للشحنات، إذا صار عندي حركة فيصبح عندي والجسيمات، طبعا ممكن نقول لها شحنات، ممكن تكون موجبة وممكن تكون سالبة، هذه الحركة تسمى بالتيار الكهربائي. فعندما يتحرك التيار الكهربائي تتحرك الجسيمات، بالتالي أنا أقول إن عندي تيار كهربائي. يوجد أنواع للتيار، فممكن يكون التيار اللي هو الاصطلاحي، وممكن يكون في عندي تيار فعلي. التيار الاصطلاحي يكون عندي هو عبارة عن حركة الشحنات الموجبة، والتيار الفعلي هو حركة الشحنات السالبة، وكما نعرف في مقررات الكيمياء وهي حركة الإلكترون، وشحنة الإلكترون هي عبارة عن شحنة سالبة. فإذا إحنا سوف نختار أي التيارين سنستخدم في حل المسائل ونعتمدها في الدوائر الكهربائية. بكل تأكيد سنستخدم التيار الاصطلاحي، وهي عبارة عن حركة الشحنات الموجبة. هنا لدينا صورة توضيحية. الصورة الأولى توضح حركة الشحنات من القطب الموجب إلى القطب السالب هي عبارة عن التيار الاصطلاحي، وحركة الإلكترونات من القطب الموجب إلى القطب من القطب السالب إلى القطب الموجب هي عبارة عن التيار الفعلي، والتيار المعتمد هو عبارة عن التيار الاصطلاحي، وله حركة الشحنات الموجبة. ما هي الدائرة الكهربائية؟ أين سيتحرك أو أين سيسري هذا التيار الكهربائي؟ بالتأكيد نحتاج إلى مسار، وهذا المسار لابد أن يكون مغلق حتى يسمح بتدفق الشحنات. يسمى هذا المفهوم بالدائرة الكهربائية. فإذا الدائرة الكهربائية لو أنا جيت بعرفها فهي عبارة عن حلقة مغلقة أو مسار موصل. لاحظ عزيز الطالب موصل، فيعني الموصلات هي عبارة عن اللي هي أسلاك تسمح بتدفق الشحنات الكهربائية. بالتالي سوف أنطلق إلى مفهوم أو ما هي مكونات الدائرة البسيطة. بكل بساطة من خلال الصورة اللي هو نشوف هنا الضوء اللي هي مصدر الضوء اللي يكشف لي إن أنا عندي هنا تيار كهربائي أو مصباح. هنا عندي اللي هي البطارية اللي هي مصدر الجهد، وهنا عندي اللي هي الموصل. فإذا أجزائها عبارة عن مصباح، أسلاك تصوير، ومصدر كهربائي. سؤال: كيف يمكن الحفاظ على فرق جهد يسمح باستمرار سريان التيار اللي هي بين نقطتين؟ التيار يتدفق،
ما كيف ممكن أنا أحافظ على هاي فرق الجهد؟ بالتأكيد أحتاج إلى مصدر، هاي المصدر اللي هو عبارة عن مصدر جهد يعني أو مضخة نسميها في الفيزياء. هاي المضخة مثل البطاريات تعمل على إرجاع الشحنات إلى اللوح بي، وبذلك زيادة طاقة الوقت للشحنات، مما يؤدي إلى زيادة الجهد الكهربائي، وبهذا يستمر التدفق اللي هو التيار. فإذا عندي جهد، الجهد إذا كان متواصل موجود عندي بيصير عندي سريان واستمرار في تدفق التيار. لكن ما هي المصادر المختلفة للجهد؟ أكيد ما بيكون في عندي مصدر واحد للجهد، فبيكون في عندي مصادر مختلفة. المصدر الأول اللي هو الخلية الجلفانية، وهذه الخلية هي عبارة عن تحول الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربائية، وكذلك الخلايا رقم 2 اللي هي الخلايا الشمسية، من اسمها شمس، فإذا تحول الطاقة الضوئية إلى طاقة كهربائية ممكن استفيد منها. المصدر الثالث اللي هو البطاريات، وهي عبارة عن مجموعة من الخلايا الجلفانية متصلة مع بعضها البعض، فهذه تسمى كامل ثلاثة أشياء مصادر للجهد. عزيز الطالب، سنأخذ مثال توضيحي من الحياة على الكلام اللي قاعدين نقوله. تحولات الطاقة، في البداية الماء سيكون لديه طاقة وضع، هذه طاقة الوضع سوف يأخذها الدولاب المتحرك ويحولها إلى طاقة حركية. الطاقة الحركية هذه سوف يستقبلها اللي هو المولد الكهربائي اللي هو يولد لي التيار أو الطاقة الكهربائية. المولد وظيفته هو جهاز يحول الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية. طبعا أكيد في جزء من الطاقة إيش بيصير فيه؟ بيتحول إلى طاقة حرارية، يعني في طاقة مفقودة، في طاقة قاعدة إيش يصير فيها؟ تضيع. الآن عقب ما ياخذها المولد الكهربائي بياخذها المحرك الكهربائي، وهي هدفي من كل العمليه ان انا يكون عندي اللي هي حركه، ان انا استفيد منها في الحياه. فهاي الطاقه بعد بتتحول الى اللي هي عن طريق المحرك الكهربائي من طاقه كهربائيه الى طاقه حركيه، من ثم اقدر استفيد منها، وايضا سيكون لدي طاقه ضائعه اللي هي عباره عن طاقه حراريه. الآن بنأخذ مقارنة بين قانوني حفظ الشحنة وحفظ الطاقة الكهربائية. نازلنا بمفهوم حفظ اللي هو قانون حفظ الشحنة وحفظ الطاقة. قانون حفظ الشحنة هو عبارة أن الشحنة لا تفنى ولا تستحدث، أي أن الكمية الكلية للشحنة ثابتة وعددها لا يتغير. لاحظ عزيزي الطالب أن العدد لا يتغير. أما قانون حفظ الطاقة الكهربائية وهو عبارة عن التغير في طاقة الوضع، لاحظ عزيزي الطالب أن تغير طاقة الوضع تحولت إلى طاقة حركية ثم إلى كهربائية ثم إلى حركية دون أن تضيع الطاقة، مقدارها ثابت، ضاع جزء من الطاقة، لكن هاي كلها في النهاية موجود عبارة عن مقدار ثابت. نفس ما ذكرنا عزيز الطالب أن في عندي طاقة كهربائية، كيف يمكن أن أحسب هاي الطاقة الكهربائية وما هو رمزها؟ طبعا رمز الكهرباء أو الطاقة الكهربائية هي عبارة عن الرمز E. طبعا العلاقة هي عبارة عن أن تقول أن الطاقة الكهربائية تساوي الشحنة Q مضروبة في فرق الجهد اللي هو V. بالتأكيد لو سألتك عن عوامل تتوقف عليها الطاقة التي يحملها التيار الكهربائي، ما هذه العوامل؟ نستطيع أن نستخرج هذه العوامل ببساطة من خلال القانون الفيزيائي. أول شيء هذا الرمز رمز إلى الشحنة، وهذا رمز فرق الجهد. إذن على ماذا تعتمد الطاقة الكهربائية؟ ما هي العوامل؟ أولاً كمية الشحنة المنقولة، وكذلك فرق الجهد بين طرفي الموصل الذي يتحرك فيه التيار. هاي بالنسبة للطاقة الكهربائية. الآن بنتوسع أكثر بمفهوم اللي هو القدرة، ونشوف شنو علاقة القدرة بالطاقة الكهربائية. القدرة هي عبارة عن المعدل الزمني لتحول الطاقة.
ماذا يعني معدل زمني؟ معدل يعني عندي بسط وعندي مقام، يكون في البسط اللي هو الطاقة، تحول الطاقة زمني على الزمن تي. هذا المفهوم أو هذا اللي هي القانون، قانون من؟ قانون القدرة، والقدرة في الفيزياء نرمز لها بالرمز بي. الرمز بي هو عبارة عن اللي هو القدرة ويساوي اي على تي. الآن ما هي وحدة قياس القدرة؟ وحدة قياس القدرة هي الواط. الواط ونكتبها W أو نكتبها بهالشكل واط. الواط هو عبارة عن قدرة جهاز يحول 1 جول من الطاقة خلال ثانية واحدة. أيضاً لدي علاقة أخرى أقدر من خلالها أني أحسب فيها الطاقة اللي هي أو القدرة الكهربائية. القدرة الكهربائية عندي علاقة تقول أن B تساوي I في V. ماذا يعني I؟ I يعني التيار الكهربائي. وماذا تعني V اللي هو فرق الجهد الكهربائي؟ ما هي وحدة قياس الفرق اللي هي الطاقة القدرة اللي هي الواط؟ التيار نقيسه بالأمبير والفي نقيسه بالفولت. طبعا درسنا من قبل شنو معنات كل وحدة من اللي هي مكونات هذا القانون. الآن بنروح بنطبق بعض المسائل الفيزيائية على هذه القوانين اللي خذيناها. بناخذ مثال تدريبي. ولدت بطارية جهدها 6 فولت، فإذا الجهد بكل بساطة بكتب يساوي عندي 6 فولت. تياراً مقداره 0.5 أمبير، فإذا التيار رمزه I ويساوي 0.5 أمبير. في محرك كهربائي عند وصله بطرفي بطارية، احسب مقدار القدرة. القدرة ما هي العلاقة التي تربط فرق الجهد والتيار مع القدرة؟ بكل بساطة القدرة هي عبارة عن التيار في فرق الجهد. أعوض تعويض مباشر عزيز الطالب، وما تنسى عزيز الطالب وإحنا نحل المسائل الفيزيائية يجب أن تحمل ورقة وقلم حتى تتأكد، وآلة حاسبة حتى تحل وتعطي الناتج الصحيح وتتمرن يدك على حل المسائل إن شاء الله. التيار هو عبارة عن 6، الفي هو عبارة عن 0.5، النتيجة بتكون عندي القدرة تساوي 3 واط. ننتقل إلى السؤال اللي هو الفرع الثاني من السؤال، الطاقة الكهربائية. مطلوب من السؤال الطاقة الكهربائية الواصلة للمحرك إذا تم تشغيله 5 منت. 5 منت. الآن تبي طاقة، الطاقة رمزها E. الآن إحنا نبي نطلع الطاقة الكهربائية، هذا هو المجهول. وعطانا الزمن، طبعا عشان نميز الزمن عطاني إياه 5 منت، لكن أنا في الكميات الفيزيائية والوحدات في النظام الدولي تقول لي إن المنت وحدة ليست دولية، فيجب أن أحولها، وعشان أحول من منت إلى سكند فلازم أضربها في 60، فبصير عندي 5 في 60 ويساوي 300 ثانية. الآن إحنا عندنا قانون القدرة اللي يربط اللي هو الطاقة مع الزمن، فالقدرة اللي هي تساوي الطاقة مقسومة على الزمن. بكل بساطة عزيزي الطالب عندك هنا القدرة اللي هي طلعناها في السؤال وتساوي 3، الطاقة مجهولة، والتي طبعا نستفيد من المعطيات اللي فوق، والزمن اللي هو أوجدناه بالثانية، فإذا في النهاية ستكون الـ E تساوي 900 جول. ننتقل إلى تدريب آخر لزيادة وتعميق الفهم لديكم عزيزي الطالب. إذا مر تيار كهربائي مقداره 0.5 أمبير، فإذا التيار رمزه I،
فأكتب المعطيات ثم المطلوب ثم القانون ثم الحل، وأتأكد في النهاية من اللي هي الوحدات الصحيحة التي أستخدمها في حل المسألة. في مصباح كهربائي فرق الجهد بين طرفيه 25 فولت، إذن أعطاني الـ V ويساوي 25 فولت. فما المعدل الزمني لتحويل المصباح للطاقة؟ لاحظ عزيزي الطالب، أركز، ما هو المعدل الزمني؟ المعدل الزمني لتحويل الطاقة، لتحويل يعني E على T، هذا مفهوم فيزيائي. يعطيني ماذا؟ يعطيني مفهوم القدرة. فإذا شنو المطلوب عندي؟ مطلوب أني أنا أطلع القدرة. بفرض أن كفاءة المصباح 100%، شنو يعني 100%؟ معناته أن كامل الطاقة بتتحول إلى ماذا؟ إلى طاقة ضوئية، اللي هي ما بيصير في عندي طاقة حرارية، بتنفقد. الآن بكل بساطة قانون القدرة B تساوي I في V، بعوض 0.5، B تساوي I في V 0.5 في 25، وتصبح عندي الإجابة 12.5، والوحدة بتكون واط. وبهذا عزيز الطالب استنتجنا أن مفهوم أن القدرة تساوي 12.5 واط. أتمنى أن تكون الإجابات التي استخرجتموها صحيحة ومطابقة للحل الذي حللناه أمامكم. نراكم إن شاء الله في حصة قادمة، نتمنى أن تكونوا استفدتوا من درس اليوم، وشكرا لكم.